اهلا مشاهدي الكرام، مشاهدي انفاس بريس، ضمن حلقه جديده من برنامج ضيف وقضيه. قضيه اليوم تتعلق بالشان المهني للمحاماه. نحن على عشيه انتخابات المهنيه اللي غادي يعرفها القطاع ديال المحامين في عدد من الهيئات التي سوف تشكل فيما بعد هيكله جديده لجمعيه هيئات المحامين. ضيفنا العزيز لهذه المحطه ولمناقشه كل هذه الامور والأستاذ علال البصراوي، نقيب هيئة المحامين بأفريقيا وعضو مكتب جمعية هيئة المحامين بالمغرب. سيد نقيب، أهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبا أخ منير، شكرا لك والأنفاس بريس على المواكبة الدائمة للشأن المهني للمحامين وللشأن ديال القضاء ككل في المغرب. نعم. سيد نقيب، نحن عشية انتهاء ولاية هاد عدد من النقب، من بينهم أنت سيد النقيب. أولا نتحدث بداية على الشأن المهني، كيف مر هاد 3 سنوات الأخيرة، الشد والجد مع الوزير، عدد من القوانين وعدد من المشاريع، كيف ممكن تحدثنا أولا على هاد الأمور هذه كلها؟ تفضل. نعم، فيما يتعلق بالشأن المهني وطنيا في الولاية التي نحن على مشارف نهايتها، كانت ولاية صعبة بكل المقاييس، طبعها على الأقل محطتان مهمتان، هي المحطة ديال الصعوبات اللي كانت في الولوج للمحاكم بسبب كورونا، وكانت المحطة ديال القانون الجديد ديال المالية اللي كان فيه تعديل بعض المقتضيات المتعلقة بالضريبة للمحامين، وكان فيها يعني شد وجذب. بالتالي كانت من هذه الناحية طبعات يعني هذه الولاية. أيضا في هذه الولاية كان سوء تفاهم كبير بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزارة العدل، خاصة سيد وزير العدل، بحيث أنها كانت تمر من مراحل العلاقة، كانت تمر من مراحل جيدة ومراحل فيها سوء فهم، دون أن ننفي طبعا بأن كانت في مراحل معينة كان حوار، كان يعني لحظات مهمة في للحوار لمناقشة قانون المهنة، ولكن سرعان ما يتم يعني الرجوع إلى سوء الفهم الذي طبعا خصوصا يعني على مستوى يعني قانون المهنة الآن فين ممكن نقول أنه وصل؟ نعم، قانون المهنة اليوم حسب تصريح السيد وزير العدل فهو في الأمانة العامة للحكومة. طبعا لابد من التذكير باننا كنا قد قطعنا شوطا مهما في الحوار حوله من بعد لقاء اللي استغرق 2 يوم في مدينه الجديده وفي جلسات اخرى، ولكن بقيت فيه بعض القضايا العالقه، 5 قضايا عالقه بقيت، على امل انه يعني نستمر في الحوار بصددها، ولكن للاسف لم يتم يعني مناقشتها والحسم في مقترحات محددة بيننا وبين وزارة العدل. وتفاجأنا بأن قانون المهنة، مشروع قانون المهنة، أحيل على الأمانة العامة للحكومة دون أن نعرف مصير تلك النقاط 5 التي بقيت عالقة. فعلى كل حال مشروع قانون المهنة اليوم هو في الأمانة العامة للحكومة، سيتخذ طريقه في إطار المسطرة التشريعية العادية، وستكون فرصة لمناقشته في البرلمان. وإن كان أملي أنا شخصيا، إحنا الآن في نهاية الولاية، أملي شخصيا هو أن نعيد يعني الأمر إلى الطريق الصواب ديالو، وهو المقاربة التشاركية في جميع القضايا، وبالتالي عندي أمل بأننا في المرحلة المقبلة أن يعني نجلس الأطراف المعنيين، لأن هذا الشيء معمول به في جميع القطاعات، في جميع القطاعات يكون حوار مع المعنيين بذلك القانون. وبالتالي هذه القضايا لأهميتها، لأن هذه القضايا 5 قضايا مهمة بزاف، بحال المجلس الوطني لهيئة المحامين، بحال تحرير العقود، بحال توسيع اختصاص مجالات المحامين، بحال التأديب، الوكالة، هذه القضايا 5 اللي بقات عالقة وهي قضايا جوهرية. نعم، في التدبير ديال الشأن المهني من قبل وزارة العدل تكلمت على واحد محطة ديال التوتر. نعم، يعني كيف ممكن نقولوا أو ممكن نحاكموا وزير العدل وهو المحامي، كيف تعامل معكم خلال هذه الفترة هذه؟
على كل حال هو ولد الدار كما نقول. على كل حال السيد الوزير العدل هو وزير، والان يتحدث بصفته وزير، صحيح هو في المهنه ديالو في العمل ديالو محامي، وهو يعبر دائما على انه ابن هذه المهنه وبانه متمسك بها، ويعني وغادي يرجع لها بعد نهايه يعني المشوار ديالو في المسائل السياسيه. وطبعا سيجد كل الترحاب وكل هذا، لان المهنه تتسع للجميع. لا اعتقد بان ما حصل يمكن اعتباره سحابه صيف في الحقيقه، فيه سوء كما قلت سوء فهم حصل في مرحله معينه، ولكن لن يعني لان الامر يتعلق بعلاقه قطاع مع الدوله. لان وزير العدل في النهايه هو يؤدي مهمه في اطار مهامه كمسؤول في الدوله، وبالتالي فالامر اكبر من مكتب الجمعيه في ولايه معينه واكبر من وزير العدل. فالمحاماه هي واحد القطاع مهم من قطاعات اللي كتشتغل في الدوله، فاذا حدث واحد سوء تفاهم في واحد المرحله معينه ليس معنى هذا ان هذا سوء التفاهم سيستمر. حتى مع السيد وزير العدل نفسه في المرحله المقبله يمكن ان يعني يجلس الناس الى الحوار والى حل المشاكل اللي عالقه بشكل عادي جدا. ربما تأثير في لحظة معينة تتفاعل عدة أشياء لتعطي نتيجة معينة، هذا ما حصل لما كانت في مرحلة أخرى الناس جلسوا تحاوروا وصلوا النتائج، في مرحلة أخرى لم يكن ذلك نعم. ممكنا. نعم، ملي كنتكلم على الشأن المهني الطبيعي وأنت أيضا عضو المكتب ديال جمعية المحامين من الداخل، يعني كيف كتشوف يعني الاداء ديال جمعيه المحامين في ظل هذا التوتر اللي كان وهذا التشرذم، ومع استحضار على انه راه واحد الهيئه ديال الدار البيضاء ما اشتغلتش في طيله هذه الولايه هذه؟ نعم، هذا كان ايضا من الامور المستجده في هذه الولايه، هو ان هيئه الدار البيضاء اللي هي الهيئه الكبيره في المغرب خرجت منذ انتخابات مكتب الجمعيه. لا استطيع القول بان ما كانش تاثير او كان تاثير، ولكن على كل حال خروجها كان علامه من علامات هذه الولايه، ولكن هذا لم ينقص شيء من مكتب جمعيه هيئه المحامين في العمل. ربما يعني التدبير ديال الزمن خلال هذه الولايه لم يكن مناسبا، التعاطي مع القضايا المطروحه لم يكن بالاسلوب المناسب. هذا هو اللي حصل. كما قلت في لحظات معينة تتفاعل عدة أمور متعلقة بالأشخاص، متعلقة بالقضايا المطروحة، متعلقة بالجو العام، فأعطت هذه النتيجة التي نحن يعني بصددها الآن. نعم. للتقييم ديال الجميع فيها بأنه لم يكن جيدا. نعم. واللي واش كان تأثير سلبي على الخروج ديال الهيئة ديال الدار البيضاء على الأداء ديال الجمعية وقوة التفاوضية أيضا مع الوزير ولا الوزارة؟ لا أستطيع يعني لا أستطيع أن أقول بأن الوضع ديال جمعية هيئة المحامين وعدم أدائها للعمل بالشكل المطلوب السبب ديالو هو الدار البيضاء، لا، بحيث أن كانت الاجتماعات عادية. الوزارة لما كان الحوار كانت تتحاور مع مكتب جمعية هيئة المحامين المغرب وتتحاور مع الدار البيضاء. ولكن القضايا بشكل عام راها قضايا موحده، يعني كان الاختلاف بين المكتب والدار البيضاء ما كانش بزاف، بل ان في القضايا الكبرى اللي كانت بحال الضريبه بحال الولوج كان تنسيق، وكان النقيب ديال الدار البيضاء كيحضر في الموضوع ديال الضريبه في الحوار مع الحكومه كان يحضر باستمرار، وبالتالي ما نقدروش نقولوا كان تاثير سلبي او كذا اطلاقا. واعتقد حتى في موضوع الدار البيضاء اتمنى ونحن على يعني مشاريع في الانتخابات المهنيه ان تعود الدار البيضاء الى موقعها الطبيعي المحترم اللي احتلته منذ عقود من الزمن في جمعيه هيئه المحامين المغرب، ان تعود الى هذا الموقع بشكل عادي و طبيعي. وإذا كان هناك بعض المقترحات ديال هيئة الدار البيضاء طرحها ولا غادي يكون الاستجابة لها بشكل طبيعي، لأن احنا جسم واحد. الدار البيضاء هي الهيئة الكبيرة، هي التي تضم كفاءات كبيرة، هي التي تضم المحاكم الكبيرة، هي اللي يعني في كثير من الجوانب اللي ما يمكنش المحامين ديال الدار البيضاء يبقاو بعيدين على مختلف الهيئات الاخرى. هذا ملي كنتكلموا على هذه الولايه ديالتكم يعني مشرفه على الانتهاء ككل، يعني 17 هيئه. نعم. الان كاينه حمله ديال الانتخابات، كيف ممكن توصف لنا الاجواء العامه ديال هذه الحمله الانتخابيه والبرامج والمرشحين؟ تفضل. كيف ما هو معروف، كيعرف الجميع بان انتخابات المهني ديال المحامين هي الانتخابات
التي لا يشك فيها، وأنها انتخابات التي تكون ديمقراطية 100%، وبأن المحامين هم اللي استعملوا الصناديق الزجاجية في قبل ما يستعملهم أي جهة أخرى، حتى الدولة في الانتخابات اللي يعني العامة، فالمحامين هم السباقين لهذه العملية دي، وهذا شيء طبيعي لأنهم جسم مهني، لأن أصلا يعني الاستحقاقات هي من أجل تسيير ماشي من أجل شي منافع ذاتية. كل المهام اللي كتأدى فيها كتأدى بشكل تطوعي، ما فيهاش تعويضات، ما فيهاش أجور، ما فيهاش شي حاجة من هذا النوع، وبالتالي هي دائما كانت مهام، إذا شئنا مهام مهنية ذات طبيعة، إذا شئنا حتى أحيانا نضالية، وبالتالي ما فيهاش شي منافع، وبالتالي كانت دائما الانتخابات على قاعدة الاستحقاق المهني. هذا أولا. ما يلاحظ اليوم من يعني نوع من احيانا بعض الشد والجذب، هذا شيء طبيعي، لان الاجيال يعني هناك اختلاف كبير في الاجيال اللي ولجت للمهنه مؤخرا، بحيث ان في السنوات الاخيره في العقد الاخير اذا شئنا دخل واحد العدد كبير ديال المحامين للمهنه في حيز زمني قليل، فتغيرات الخارطة يعني الجسم الانتخابي ديال المهنة تغير من جهة. من جهة أخرى أن القضايا اللي أصبحت مطروحة في هذه السنوات الأخيرة هي قضايا معقدة، الوضع الاجتماعي ديال المحامين اختلف، الوضع الثقافي التكوين ديال المحامين اختلف، العلاقة مع باقي المؤسسات اختلفت، هذا الشيء اللي تكلمنا عليه ديال العلاقه مع سيد وزير العدل كاين حاضر فعلا. ايضا ربما مع مؤسسات اخرى، هذا الشيء كله تتكون المحطه الانتخابيه ديال المهنه مناسبه لطرح كل هذه القضايا، كاع القضايا اللي كنا يعني كنمروا عليها ملي كتجي الانتخابات كتبدا فيها المحاسبه، كيبدا فيها النقاش، ولهذا تتكون لحظه الانتخابات هي لحظه فيها شد وجد، فيها حوار، فيها الى غير ذلك، ولكن دائما في اطار القواعد المهنية، في إطار الأعراف والتقاليد، في إطار القانون طبعا أساسا، بالاحترام للزملاء والزميلات فيما بينهم، هذا شيء يعني ثابت لحد الآن ثابت، وأعتقد بأنه سيستمر، لأن إذا ما كانش الديمقراطية عند المحامين وما كانش الاحترام عند المحامين، عند من غادي يكون؟ المحامين هما أولا حقوقيين، ثم تشتغلوا بالقانون، ثم تنتميوا لواحد الجسم اللي هو جسم العدالة، جسم القضاء، كل هذه المكونات فارضة على المحامين أنهم يشتغلوا في واحد المستوى عالي من الاحترام، ومن احترام القانون، ومن احترام الأعراف والتقاليد. نعم، أيضا بالنسبة للانتخابات يعني هي عشية واحد القانون تكلمت عليه، هو قانون ديال المهنة، نعم. وعدد ديال الأمور اللي كيطرح هذا القانون، كيف ممكن تصوروا النقيب المقبل في ظل هذه القوانين هذه؟ وايضا واش ممكن تكلموا على نقيبه؟ لانه نعم. النقاش ايضا للدائر الان هو مدى حضور العنصر النسوي سواء في منصب نقيب، نعم. او كذا اعضاء المجالس. نعم، يعني النتائج على كل حال احنا ما عرفناش، كاين بعض الزميلات اللي مرشحات، اكيد في المجالس غيكونوا زميلات كيف ما هو كاين دابا. بالنسبه للنقيبه كاين بعض الزميلات اللي مرشحات، ما نقدرش نحكم واش غادي يكون شي نقيبه ولا لا، ولكن الوضع صعب. هل الحاجه ملحه مثلا الى النقيبه؟ هذا من الناحيه المبدئيه، من الناحيه المبدئيه هذه صبحات وان كانها شبه عقده بالنسبه لنا، حنا واحد الجسم حقوقي ولكن ما عندناش لحد الان نقيبه في المغرب، ولكن هذا الشيء كيصطدم ايضا بالمنطق الانتخابي، لان في النهايه كيفاش ممكن انك تدير انتخابات ديمقراطيه وبغيتي نقيبه توصل برغبه ذاتيه؟ الانتخابات عندها منطقها الخاص، هو منطق ديال الاستحقاق، منطق ديال العمل، يمكن يكونوا زميلات كيستحقوا، اكيد كاين زميلات في كل الهيئات كيستحقوا انهم يكونوا نقيبات، ولكن هذا الوصول لهذه النتيجه تحتاج واحد العمل، هذا العمل غير متاح للزميلات بالمقارنه مع الزملاء، تتعرف بان الحملات الانتخابيه بين متزوجتين كتم في اماكن عامه، في القهاوي، في الكولوارات ديال المحاكم، في احيانا حتى في فضاءات اخرى، هذا الشيء طبيعه العمل ديال الاستاذات ما كيمكنهمش من انهم يديروا حمله بهذا، ولكن ممكن تكون انه ميكانيزمات او اليه الكوطا. الكوطا في المجالس ممكن، المجالس راه كاين بعض الهيئات الان اللي دارت في الانظمه الداخليه ديالها كوطا، وفي القانون الماجي يعني المشروع قانون المهنه فيه الكوطا،
على مستوى المجالس. على مستوى المجالس غادي تكون الكوطة، ولكن على مستوى النقيبة ما كاينش هاد الإمكانية في لا في مشروع القانون، وهي تتخضع للانتخابات. انا كنتمنى من يعني من اعماق انها تكون نقيبه توصل زميله او اكثر، يعني المهمه ديال الممارسه ديال النقيبه، وفي المجالس يكون اكبر عدد ممكن. وعلى كل حال فهاد المساله هي مساله ثقافيه اكثر منها مساله قانونيه او كذا، هي مساله ثقافيه متعلقه بالمجتمع، ولكن المدخل لها هو الكوطة، يعني لانه بينات الانتخابات العامه بانه بدون الكوطة ما كانوش النساء يوصلوا بواحد الحجم كبير للبرلمان والمؤسسات المنتخبه كلها. لذلك احنا في المهنه ضروري بانها تكون كوطة في هذه المرحلة، وفي مراحل أخرى يمكن تطور الأمور وتولي تعطي نقيبة بشكل عادي وسلس. نعم، ملي كنتكلموا على الانتخابات الدار وكنتكلموا على الحصيلة. نعم. أستاذ على البصرة، وأنت نقيب هيئة المحامين وكاع الولاية ديالك مشرف على الانتهاء. كيف ممكن تكلموا على الحصيلة ديالتك؟ حصيلة طبعا نقيب ولكن المجلس أيضا. نعم طبعا طبعا، أنا أصلا إذا كانت شي حصيلة اللي يمكن تحدث عليها ما يمكنش تحدث عليها إلا ب معية المجلس، لأن المجلس كثير من الأمور اللي يعود فيها القرار إلى مجلس الهيئة. النقيب تيبقى يطرح أفكار، يطرح مشاريع، يسير، يدبر الأمور، ولكن المجلس دائما يعود له الأمر، خاصة في المسائل المالية. بالنسبة لي أنا الحصيلة هي متنوعة، فيها الحصيلة الإيجابية فيما يتعلق بالتسيير الإداري، يعني العادي والسلس، المحامين يعني مقتنعين بأن كانت الأمور التدبير ما فيهاش مشاكل. أيضا بالنسبة للشفافية المالية، بحيث أن الأمور كانت بشكل واضح، العمل على المستوى الاجتماعي، إحداث بعض الآليات لضمان الدعم للمحاميات والمحامين، سواء على مستوى نظام التكافل أو على مستوى صندوق اللي حددناه ديال الدعم الاجتماعي، أو على مستوى الدعم المباشر لعدد من الزميلات والزملاء في المناسبات اللي كيحتاجوا فيها الدعم. بالنسبة للمسألة يعني مسألة التكوين، أجرينا عدة تكوينات للمحامين في مجالات عدة. استطعنا أيضا الهيئة ما كانتش عندها المجلة، درنا مجلة خاصة ديال الهيئة. في ندوة التمرين افتتحناها طيلة الولاية في موعدها الرسمي وبالأعراف والتقاليد ديالها. برمنا عدة شراكات مع عدة جهات أخرى اللي كان في معهم عمل مشترك. يعني وسعنا نطاق الدعم المتمرنين، واحد الفئه اللي تتحظى اللي في هذه الولايه بالنسبه لي انا اعطيتها العنايه اللازمه للمتمرنين، لانهم هما المستقبل ديال المهنه. يعني العلاقه مع المؤسسات القضائيه كانت جيده في جميع المستويات ديالها في هذه الولايه. وبهذه المناسبه نشكر المسؤولين القضائيين اللي كانوا دائما ميسرين لنا العمل كمؤسسه مهنيه. كان التواصل، الحوار، المشاركه في الندوات، في اللقاءات، يعني بيننا تواصل مستمر دائما. هادشي كله خلى هذه الولايه بالنسبه ليا انها تدوز بشكل سلس وجيد، ويمكن البناء عليها في المراحل الاخرى. ففي حال القانون ربما كيمنعكم انك ترشح سيد نقيب مره اخرى، لان يعني عندكم ولايه واحده فقط. لا، ولايه ما يمكنش ترشح لولايه مواليه، ولكن يمكن يكون ترشح لولايات اخرى إذا اقتضى الأمر ذلك. أما إذا لم يقتضي الأمر يعني هناك كفاءات، هناك طاقات، هناك يعني بالنسبة لنا احنا كهيئة ديال المحامين المغرب هي هيئة شابة فيها كثير من الطاقات اللي يمكن تكون عندها فرص في المستقبل. وبالتالي إذا وأعتقد أن بالنسبة لجميع الهيئات إذا لم يقتضي الأمر إعادة الترشح راه ما لا يقتضي الأمر، إذا اقتضى الأمر ذلك راه ما دام كاين في القانون راه تيبقى في القانون.